انا جايلكم بقى النهاردة بطبق شكله رائع وطعمه رائع ومغذي جدا، وحاجة كده شيك وحاجة كده بجد تشرف من الاعماق. دلوقتي يا جماعة الطبق بتاعي مكون زي ما انتوا شايفين من الكرنب اللي هو البنفسجي والخس والتفاح والبروكلي والكيل، ورق الكيل انتوا عارفينه، والبصل والمايونيز. طيب هنعمل ايه؟ هنقطعهم حتت صغيرة زي ما انتوا شايفين، انا اوريدي قطعتهم وهنزل بيهم في الطبق ده كده وهقلبهم كلهم مع بعض. وطبعا انتوا ممكن تضيفوا الاضافات اللي انتوا عايزينها، بس عشان تبقوا عارفين كل نوع خضار هتشيلوه، يعني هتستبدلوه من الخضار ده وتحطوا حاجة بديله هيغير الطعم خالص. البصل ليه حطيناه مع التفاح وليه حطيناه بالاماون دي بالقدر ده؟ حطيناه علشان هيديني طعم معين. البصل مع التفاح، لو شلت البصل وسبت التفاح هيديني طعم، ولو شلت التفاح وسبت البصل هيديني طعم تاني خالص. ومعاهم المايونيز، وهنحط اوليف اويل دلوقتي، شوية زيت زيتون، وهحط برضو معاهم شوية سكر، وهحط معاهم شوية ملح. وتابعوا معايا لاخر اضافات اللي مشفنيش قبل كده يا جماعة. انا اسمي نهى، وما تنسوش الاشتراك ولايك وتفعيل زر الجرس وشير لو عجبكم الفيديو. انا حطيت شوية ليمون اللي هو ليمون الاصفر، بيدي برضو طعم وبيعمل ميكس للطعم حلو قوي قوي. دلوقتي هضيف زيت زيتون بس معلقة واحدة، وبعدين بعد كده هنحط برضو زي ما قلنا شوية ملح حسب الرغبة وشوية سكر صغيرين خالص. السكر ليه بيعمل مزج رهيب جدا في الفليفر وبيعادل الطعم مع الملح ومع البصل ومع التفاح، فده كله بيعمل طعم رهيب جدا وبينقل الأكلة دي برضو يعني الفليفر بتاعها النقلة تانية خالص، وبيعادل مع المايونيز كمان. وبس هفضل اقلب اقلب، ولازم اتاكد ان هي ميكست كويس جدا. ومستحب يا جماعه ان السلطه دي تتعمل قبل التقديم بحوالي ساعتين، يعني ساعه او ساعتين، علشان وتدخل التلاجة علشان كل المزيج وكل الخضار يتشرب من الفليفر اللي احنا حطيناها والدريسنج اللي احنا عملناه. وبس تقليب. لكن لو حبيتي ان انت تقدميها ممكن تقدميها على طول، مفيش اي مشكلة، وبرده تشتغل عادي خالص. ممكن تقدميها مع اي نوع من انواع اللحوم والاسماك، بتبقى حلوة قوي قوي ومغذية جدا وتشرف. ولو عجبكم الفيديو لايك واشتراك، واشوفكم في الفيديو الجاي.